ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. السلام عليكم. أي، اتفضل. الله يسلمك. أستاذ، يا ريت طرحك بالبرنامج يكون مو من خلال المتصلين، يعني أنت والأخ أستاذ محمد الصابر، يكون خلال مناظرة مع يعني مو العوام. حضرتك يعني شيعي ولا سني؟ أنا شيعي، طيب، بس أنا أقول يعني الكلام مع العوام مو لي فائدة. يعني حضرتك أنا عايز أسأل سؤال، أنتوا عندكم مين غير العوام؟ ها؟ عندكم مين غير العوام؟ عندك مثلا سواء عبد اللامي، ميثم الموسوي، أحمد الإمامي، جميل عندك جميل. نعم، قول لهم وليد إسماعيل عايز يناظركم، وشوف جوابهم وتعالى حضرتك. لا، هسه انت مو عندك قناه بث مباشر وهم عندهم بث مباشر، اشمعنى انا اللي اروح اتصل بيهم؟ هم ما بيتصلوش بيا ليه؟ لا، هذا قصدي، هذا كلام موجه لك. سؤال بس، انا سالتك مع سؤال، ليه انا اللي اروح اتصل بيهم هم ما بيتصلوش بيا ليه؟ ليه دايما انا اللي بروح اورطهم؟ ليه ما يجوش ورطوني؟ ليه انا اللي اروح ويتقفل عليا السكه ويتقفل عليا الصوت ويتخفض والكلام ده كله ليه؟ شاكرين منك، لما تعرف الحق بس تعالى. بس ده مفيش دقايق، شكرا منك. اللي شايف نفسه عنده علم، وقبل العلم رجوله، يعني قبل العلم رجوله، لانه لو ما عندوش رجوله حتى لو عنده علم هيخاف يناظر. يكون الاول عنده رجوله وبعدين عنده علم. وحضرتك، انا الواتساب بتاعي ما بغيرهوش، يعني ماليش 30 رقم من ساعه ما دخلت البلتوك الى الان، هو الرقم الوحيد، وما في حد بيتصل عليا الا واكتب لي واتساب الا لما برد عليه. الحمد لله رب العالمين، واتساب اهو موجود، اللي عايز يناظر يتفضل يدخل لي واتساب، انا عايز اناظرك يا وليد اسماعيل. بس احنا مش هنقعد نجري وراكوا وتبقوا عاملين زي العيال الصغيره وتتشرطوا، اصل انا مش عارف عايزين ايه ولا عايز ايه.